طاقم تحكيم اليوم الكابتن خالد الشيخ ومساعدي الكابتن محمود أدري والكابتن إبراهيم محمد حسين. اتلعب على طول الضربة ركنية بس المدحة تتشال وبا يا السلام ركنية مرة تانية. كرة خطيرة هادي هادي هيلعب الضربة الركنية مرة تانية. هادي يلعب الكرة المقوسة حلوة الكرة لك هوبا ضربة راس ايه لكن الحكم بيحتسب ضربة حرة مباشرة نتيجة التحام عمر خطيب حاضر حاضر مع الدفاع كابتن عاطف. ضربة مرمى لصالح المحامين هتتلعب طويلة في وسط الملعب. هادي مصطفى تيفا مصطفى جه يلعب الكرة عليه كهربا لعمر خربين العمل هادي جت مرة تانية عايز يعمل ايه؟ يرجعها ليه موتة يلعب الكرة طويلة لهادي هادي يعدي ويفوت ويلعبها لموتة مرة تانية لباسل باسل عند الشرس ليوسف اطلع يوسف ومعاه رياض يوسف يعدي لزتونة زتونة لرياض هايل يا ولد لعيب قصير لكن مكير زتونة يعدي ويفوت العمل لرياض هيلعب العرضية تخبط وتبقى ضربة ركنية لصالح نادي الجمارك من ناحية الشمال. ضربة ركنية ريح لها رياض يوسف لما تيجي تلم الكرة لما قدام هيلعب الكرة مقوسة داخل مربع العمليات. هادي جاد هادي يلعب الكرة الطويلة هناك عند موتا يستلم كده أي حاجة تبقى ضربة مرمى لصالح نادي المحامين. ضربة مرمى دخلنا على نهاية الشوط الأول النتيجة 4-2 لصالح نادي الجمارك بقيادة كابتنه الكابتن محمد جاد. كرة للمحامين عند باسل لخربين استلامة روعة يعدي للعملاق مصطفى تيفا يخطف ايه تحاول توصل لحارس المرمى يلعب الكرة الطويلة في وسط الملعب. باسل حلوة للمحامين يقطع الكرة عند عمار طيبة يلعب الكرة مرة تانية المحامين لعمار عمار يعدي ويفوت هايل يا ولد لعيب عند رقم 45 هيعايز يعمل ايه ما بين اثنين مدافعين ما بين باسل مدحت ولاعب الباك اليمين كهربا باسل حجز على الخط وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الجمارك ضربة مرمى يحسبها الكابتن خالد الشيخ الشرس ليوسف يوسف يلعب الكرة عند رياض تقطع منه المحامين مرة ثانية عدولي يديها ليه رقم 9 تتقطع على الشرس مرة تانية وعلى شماله زتونة هايلة يا ولد لعيب زتونة يديها لعمر خربين مرة تانية خربين بسرعته يعدي ويفوت هيلعب العرضية لكن الدفاع موجود هايل يا ولد لعيب اقطع الكورة عند عدولي وعمار لكن باسل مدحت بخبرة السنين يعدي ويقطع الكورة توصل لخربين مرة تانية للمحامين مصطفى على شماله عدولي على يمينه عدولي وعلى شماله عمار مصطفى بيدور عند المين حاول يعدي ويفوت لكن باسل مدحت هايل يا ولد النهارده باسل مره ثانيه هيعمل ايه؟ هيلعب العرضيه ولا ايه؟ باسل مدحت حلوه الكره يغير اتجاه اللعب عند الكهرباء دوا مش ممكن الكهرباء هيعمل ايه؟ هيسدد وتسديده حلوه هوبا فين؟ الحكم جت فيه توه بيحتسبها لمسة يد على لاعب المحامين من على حدود منطقة الجزاء من إحدى البقاع السحرية داخل البساط السحري داخل المستطيل الأخضر تغيير وابتسامة الكابتن خالد الشيخ تحل أي مشكلة ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الجمارك يلا يا حمدي رياض على الكورة شايف مؤمن بيطلع
مكينة الحراس. الكابتن وائل دسوقي حاول يريح الحارس الاساسي بتاعه ونزل البديل حمدي، وكلهم مفيش فرق ما بينهم وبين بعض. رياض هيلعب كرة حلوة وهوبا يا ولد، كرباج رياض كده فوق القايم بمليمترات هايل يا ولد العيب. ضربة مرمى لصالح المحامين. كابتن رمضان الزايد، كابتن محمد عطية، كابتن محمود طلعت، وكابتن الحسيني. حلوة ليوسف، زتونة للشرس، الشرس عند موتى، موتى لهادي، هادي لموتى مرة تانية، الشرس على مهله لباسل مدحت. باسل يلعب الكرة لهادي، هادي على شماله كهربا وعلى يمينه باسل، يفكر يدي المند لباسل، باسل لكهربا، كهربا يا ولد لعيب لطيفة العملاق لكهربا، كهربا هيعدي ويفوت، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لعمر خربين وهوبا، مش محظوظ يا ابني، مش محظوظ يا ابني، يحطها تيجي حارس المرمى، امتى هجيب جول؟ عدولي، عدولي ليوسف، يوسف عند رياض، رياض حلوة الكرة لزتونة، زتونة يعدي، هاي لولد العيب يا ولد يا ولد يا زول، وجول 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 وجول، ايه ده؟ ايه الجمال والدلع والحلاوة ده؟ يا من بين أقدام حارس المرمى يحط كرة عالمية زتونة ليحرز الهدف الخامس لنادي الجمالك. حلوة يا زتونة، يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب قصير إنما بكير، خامة طيبة لنادي الجمالك. يعتمد عليك كابتن محمد جاد واديله فرصته يقدر يحقق الفارق، وشايف كده تحرك لدكة البدلاء لنادي الجمالك. يا عم طلع ضرب البداية للمحامين. عمار يلعب الكرة الطويلة هناك، مؤمن حمدي، بعد ما خرج مؤمن ونزل حمدي ليه باسل لرياض، باسل مرة تانية، باسل هادي، هادي يعمل ايه على شماله الشرس، يوسف بالعقل كده مع زتونة، هايل يا ولد يا لعيب، زتونة يعدي ويفوت، يحطها جميلة للرياض لكن طويلة توصل لحارس المرمى، حارس مرمى المحامين هيلعب الكرة الطويلة في وسط الملعب، تتقطع عند مصطفى تيفا، هايل يا ولد يا لعيب مصطفى، لهادي مصطفى تيفا مرة تانية، ومعاه كهربا هيدي لمين؟ عامل تيم كويس مع كهربا، كهربا يا ولد يا لعيب، كهربا ومعاه باسل، هايل باسل يغير اتجاه اللعب ولا ايه؟ باسل حلوة للشرس، الشرس يعدي ويفوت، ومعاه كهربا جميلة لمصطفى تيفا هيديها له لكن تتقطع للمحامين. عمار، عمار هادي جاد تتقطع مرة تانية، هايل يا ولد يا لعيب كهربا، تبقى لمسة يد يحتسبها الكابتن خالد الشيخ على نادي الجمالك. حسن نازل شايف على التغيير ابن سينا الجميل حسن علاوي هداف، بيدفع بيه الكابتن محمد جاد بعد خروج رياض، بعد مباراة طيبة عملها رياض، والله لعيب كبير وخامة طيبة جدا حسن علاوي. رياض اللي ماسك الملعب يطلع ازاي رياض؟ هينزل رياض اللي ماشي، نزل حسن، حسن نزل مكان مين؟ مكان ادهم، مكان ادهم، ادهم و لا ادهم ما طلعش، ادهم طلع هناك ناحية تانية، طلع مكان حسن التاني، طلع مكان كهربا. رمي التماس ليوسف، يوسف لعبها طويلة تتقطع للمحامين مرة تانية، زتونة يعدي ويفوت لهادي جات، هادي بالعقل كده ليوسف، يوسف حلوة للشرس، الشرس على مهله
الشرس مرة تانية ليوسف. تزنقش يوسف يا عم. الشرس يحاول يوسع لنفسه. يفكر يدي لمين العبة طويلة هناك عند مصطفى تيفا. هجمة بقى وسرعتك فين؟ مصطفى تيفا هيعمل ايه؟ يلعبها لعمر خرمين. خرمين يعدي ويفوت تتقطع منه وتربط وترجع له مرة تانية. عمر خرمين يعدي ويراوغ. هايل يا ولد هيسدد وتسديدة قوية تخبط وترجع مرة تانية. عمر خربين وحطها كده فين؟ الحظ مش مساعدك يا ابني. الحظ مش مساعدك يا عمر. لازم تذبح حلقة يا عمر. على شمال حارس على يمين حارس المرمى. لازم تذبح تجيب ارنب ولا قطة تذبحها يا عمر. ضربة مرمى. والله لازم يتزكى ولا يعمل أي حاجة. الواد ده حظه وحش. سلامات يا باسل. حظك وحش قوي يا عمر. تتلعب طويلة زتونة يرتقي من أعلى نقطة ويطلع الكرة على رغم انه قصير القامه. يوسف لزتونه مره تانية. زتونه هايل يا ولد يا لعيب. الله عليك يا زتونه. انا فايق لعيب جميل. يوسف يلعب كره طويله كده يا يوسف. ما ينفعش كده يا يوسف. شرس يا سلام يا سلام يا شرس. مش ممكن عند مصطفى تيفا. هيعدي ويروح هيعدي ويروح. الكره دي ايه؟ الكره دي حارس المرمى موجود. يا سلام يا سلام يا سلام يا يوسف. ما ترجعش كده ابدا. والمكان حارس المرمى موجود. يشيل كرة من مصطفى تيفا جلاد الحراس وتبقى ضربة ركنية لصالح نادي الجمارك. ريح لها هادي جاد. نادي المحامين بقيادة الكابتن محمد مصطفى. حلوة كهربا. تيم اليوم الكابتن خالد الشيخ ومساعديه الكابتن محمود أدري والكابتن إبراهيم محمد حسين. ضربة ركنية لصالح نادي الجمارك عند هادي جاد. هيلعب الكرة داخل مربع العمليات. هناك طويلة حارس المرمى يشيل الكرة مرة تانية ترجع لهادي. هادي بيفكر هيدي لمين. هادي يلعب الكرة عند زيتونة تتقطع وتوصل للمحامين مرة تانية. هايل يا ولد يا لعيب. ليه الشرس؟ الشرس لزيتونة. يا جدعان لعبها كده في ظهر حسن. حسن يرجع ورا الموتى. موتى للشرس. لا والله يرجعها لحمدي حارس المرمى. وانطلاق صفرة نهاية الشوط الأول يطلقها كابتن خالد الشيخ على أمل أن نعود معكم في الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.